الأخبار من ATV العدالة وفيها: الكويت تواصل الاحتفال بأعيادها الوطنية. بيت شهداء الجرين ملحمة وطنية خالدة على مر الأعوام. ومن العناوين إلى التفاصيل: احتفلت سفارات الكويت لدى قطر والجزائر والمملكة المتحدة وغانا وباكستان وقنصليتها في دبي بالعيد الوطني 58 لاستقلال الكويت وذكرى 28 للتحرير ومرور 13 سنة على تولي سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم. كما احتفلت سفارات الكويت في كل من الصين واليابان كذلك بالأعياد الوطنية. تحل اليوم الذكرى 28 لتحرير الكويت من براثن الغزو العراقي، ولا يمكن أن تمر ذكرى التحرير دون أن تقف الكويت وقفة إجلال لشهدائها الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل وطنهم. بيت شهداء الجرين أضحى أيقونة وطنية جسدت ملحمة بطولة لرجال لم يهابوا الموت ولا كثرة الجنود والعتاد، وتحصنوا في بيت الجرين فسقطوا شهداء واحدا تلو الآخر قبيل التحرير بيومين، لكن بطولتهم ظلت خالدة يتذكرها الكويتيون دائما بفخر. ما تزال الكويت تعيش أعيادها الوطنية. استطلاع لATV العدالة رصدت فيه مشاعر فرحة العيد الوطني والتحرير. هنأ الكويت بالعيد الوطني حق بابا صباح وبابا نواف، واجعلها إن شاء الله ديرة عامرة ويسودها الأمن والأمان إن شاء الله يا رب، واجعل الكويت إن شاء الله دولة خير وعز وفخر طول العمر إن شاء الله. احنا نقول عسى أيامك كلها أعياد يا وطنة. نهني بابا صباح بمناسبة الأعياد الوطنية وبابا نواف، وأقول كل سنة والكويت بخير وعافية. والله أحب أهني الشعب الكويتي وصاحب السمو بالأول، عسى ربي يحفظه ويطول بعمره. هني مركز حمد الصقر محتفلين بالأعياد، وإن شاء الله عسى دوم أيام الكويت أفراح وأعياد. إله يا رب آمين إن شاء الله. أهني ديرتي الكويت وشعبها وشيخنا الشيخ صباح الأحمد الصباح وشعبها وديرتنا كلها. وهنأ حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين بمناسبة الأعياد الوطنية، وعده الله علينا وعلى شعبنا وعلى الأهل الكويت كلهم، والله يديم إن شاء الله يا رب الأفراح بالكويت وعمار يا كويت. أنا أتشرف بوجودي في الكويت، وأنا يعني عاشرت الأيام بتاعت الاحتفالات من التحرير للحين. يعني أنا جيت بعد التحرير مباشرة، وأنا يعني بهني الكويت والكويتيين ومصر كلها بتهني الكويتيين بالعيد الوطني يوم التحرير، وده عيد وفرح لينا كلنا، وربنا يديم الحب والمحبة والأفراح علينا وعلى الكويت الحبيبة. نهني شيخنا الغالي أبونا بابا صباح وبابا نواف، والله يديم أعيادنا إن شاء الله وأفراحنا، ودام عزك يا كويت، والله يديم الأمن والأمان علينا. والله احنا بنحتفل كأننا نفس شعب الكويتي ومصر والكويت شعب واحد، ودام عزك يا كويت والشيخ صباح وكل الكويتيين واخوات لينا، ومصر والكويت دولة واحدة وشعب عربي واحد، وإن شاء الله يدوم عزك يا كويت. أمين يا كويت. شكرا. عفواً.